استاذ عزيز اتفضل. اعملي لي كوبايه شاي بدل. حاضر. لكن جيت لحد عندك وبنفسي. يا عقله يا ام العيال. يلا حبيبتي لم هدومك عشان اروحك. مش ده اللي انت عايزاه؟ واضح ان انت ما اقتنعتش بكلامي. ايه كنت فاكرني بهزر؟ مش راجعه البيت يا عزيز ومصر على الطلاق. يا عزيز انت اتجننتي على كبر. ايه مش خايفه لا بناتك يسمعوكي وانت بتقولي كده يقلدوكي؟ تصدق يا عزيز انا كنت فاكره انك انت جاي تصالحني، قلت يمكن انا اتسرعت في طلب الطلاق، بس دلوقتي وانت بتهني عرفت ان قراري كان صح. انت متصوره ان اللي انت بتعمليه ده معناه انك بتعاقبيني؟ مش بعاقبك ولا حاجه، انا بس عايزه اعيش اللي فاضل لي وانا مرتاحه، كرامتي متصانه خلاص، ما بقتش عايزه اعيش في ذل وقله قيمه. عزيز فتحت الأجندة بصيت فيها تلاقيك رميتها زي ما كنت راميني. أجندة إيه وكلام فارغ؟ إيه الهبل اللي أنت بتقوليه ده؟ كفاية كلام يا عزيز، ما تزودش المسافة اللي بيننا، امشي أحسن. عندك حق، كفاية لحد كده. أنا عملت اللي عليا وجيت لحد عندك، لكن الظاهر إنك أنت مصرة على اللي في دماغك. خلاص خليكي زي البيت الواقف، لما نشوف مين اللي هيعبرك ولا يصرف عليكي. بس لما ترجعي البيت وتلاقيني متجوز ما تستغربيش. Watch it.